السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذا درب الجمالة من أول، كانوا ينزلون من الحداء من الطائف من هنا، وهذا دربهم حاد ما يوصلون إلى هذا المكان. يعتبر هذا درب الجمالة قديمة، الطالع يأخذ يوم كامل في الطلوع لين يصل رأس الجبل في الهداء، والنازل يأخذ نص يوم لحد ما يوصل إلى هذه المنطقة. الطريق ذا تقريبا نفذوه قبل 1000 سنة، وهو طريقين، طريق للجمالة وطريق للناس اللي على رجلينهم، والآن صار معلم أثري ما شاء الله تبارك الله. والطريق فيه برك، البرك هذه للناس اللي ينزلون تمتلي بلمة سبحان الله في الأمطار، منها هذه البركة. نحمد الله على النعم اللي حنا فيها الآن بالسيارات وسائل النقل الحديثة، ما شاء الله تبارك الله. الطريق جميل جدا ما شاء الله، مليء ما شاء الله بالأشجار، شيء جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صراحة أنصح للي ما جاء المكان هذا أن يجيه ويستمتع فيه صراحة، ما شاء الله. شوف الخضار، شوف النعمة،